خطة العودة التدريجية للحياة الطبيعية تتضمن جملة من الإجراءات المتبعة للتعاطي مع تطورات الأوضاع الصحية خلال المرحلة المقبلة في البلاد في ظل جهود مكافحة فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض كوفيد-19 والحد من انتشاره. الجهود الحكومية مستمرة على جميع المستويات للحفاظ على الأمن الصحي في البلاد، لتستمر هذه الجهود للانتقال تدريجيا إلى مرحلة عودة الحياة إلى طبيعتها، وهو الأمر الذي يحتم تضامنا مجتمعيا يساند الإجراءات المتخذة في هذه المرحلة المهمة في مكافحة الوباء والحد من انتشاره. نقف تفصيلا عند أبرز قرارات مجلس الوزراء ونسلط الضوء على المرحلة المقبلة في ضوء هذه القرارات في ظل الانتقال لاستئناف الحياة الطبيعية تدريجيا في مرحلة عنوانها المسؤولية الفردية في مساندة جهود مكافحة الوباء. وحول هذا الموضوع معنا على الطرف الآخر من الهاتف مدير منطقة الأحمدية الصحية الدكتور أحمد الشطي. مرحبا بك. بداية دكتور، الوعي المجتمعي بالجوانب الصحية سيكون في رأس أدوات المواجهة لعدوى مرض كوفيد-19، واتباع الإجراءات الوقائية والالتزام بقواعد التباعد الاجتماعي أهم الخطوات خلال المرحلة المقبلة. ما حجم هذه المسؤولية المجتمعية؟ مساء الخير لك ولأسرة البرنامج والأخوة والأخوات المشاهدين. حقيقة أنا تمتعت بالمؤتمر الصحفي اللي اختتم قبل قليل، ولاحظت فيه حقيقة خارطة الطريق للتعامل مع المرحلة المقبلة. كان هناك كثير من التفاصيل. سمو الرئيس كان واضح عندما استحضر الوضع العالمي وقال أن الالتزام بالتعليمات هو الفيصل بين نجاح الخطة أو تأخرها. ومن جانب آخر، عنوان آخر أطلقه مع الوزير الصحة الدكتور باسل الصباح عندما قال هذه المرحلة القادمة هي تعاون والتفاؤل لكن دون تهاون، وبالتالي كذلك كان هناك مزيد من التفاصيل، وهذا يوحي بالحرفنة وأن هناك مسطرة يتم اتباعها. لكن لا شك كان العنوان أن المؤشرات الصحية تعتمد على تجاوب وتعاون الجمهور الكريم، والعنوان اللي تفضلت فيه من أنه المسؤولية الفردية فعلا هي عنوان المرحلة القادمة، بمفهوم النصائح الذهبية التي بدأنا فيها ولازلنا فيها، وأعتقد لآخر لحظة هنتكلم فيها. اللي يتكلم عن التباعد الاجتماعي، تتكلم عن غسيل اليدين وعدم لمس الوجه، تتكلم عن تغطية الأنف والفم، تتكلم عن الابتعاد عن الزحمة، عدم الخروج إلا للضرورة، الحفاظ على الشرائح الأكثر اختطارا من كبار السن ومن المرضى المزمنين، بالإضافة إلى تفادي حقيقة المشاوير اللي ما لها ضرورة، وابتعاد الأطفال عن مثل هذه الزحمة. هذه قواعد عامة تكررت ولا أجد غضاضة في التأكيد عليها، ويجب أن لا تكون مرة وننساها. لا، التكرار يعني مطلوب حتى تصل بكل اللغات لكل اللهجات للجميع، لأن فعلا هذا التحدي اللي راح يتكلم عن الموضوع. لاحظنا كذلك في الخطة وما قيل أن هناك تسلسل، وأتوقع أن ستخرج دلائل استرشادية في العودة إلى المساجد، في العودة إلى المطاعم، في استخدام المواصلات، في التدرج في المولات. كل هذه الأشياء حقيقة يعني تجد في إيصال الرسالة للجمهور الكريم، لأن التحدي أن تصل المعلومة فتستقر في الضمير كمعتقد، ثم تتحول إلى سلوك صحي إيجابي لحماية الفرد، الأسرة، المجتمع، ولتحقيق خلال يعني إذا قلنا من 5 مراحل من الحظر الكلي إلى الحياة الطبيعية، كل مرحلة من 3 أسابيع، إحنا نتكلم عن حوالي 3.5 أشهر. الآن الحكومة بذلت ما تستطيع أن تبذله ولم تبخل على أحد. من جانب آخر أصبح لزام لمن يريد أن يرد التحية للوطن، للبلد، للاستعجال في الوصول إلى بر الأمان، أن يقوم بدوره في تحمل المسؤولية الفردية. ما ذكر أيضا من أنه حتى نعود إلى الحياة الطبيعية 100%، إحنا نحتاج أن نصل إلى العقار مرة
وإلى اللقاحات مرة أخرى إلى أن نصل إلى ذلك الحد. هي مسؤولية مشتركة نشترك فيها جميعا في كل القطاعات في كل المواقع في كل الأماكن تحت قيادة الأولوية الصحية لننجى في من أو ننتصر على هذه دكتور مرة. دكتور أحمد تدريجيا إلى كل المناطق. دكتور أحمد بما أنك أنت تكلمت عن العودة بشكل تدريجي للحياة الطبيعية، استئناف الحياة الطبيعية في ظل وجود عدوى كوفيد 19 يتطلب العديد من الإجراءات الاحترازية والوقائية، ما هو المطلوب خلال الفترة المقبلة؟ كيف يمكن أن يقي الشخص نفسه من الإصابة بهذا الفيروس؟ هي معلومات متوفرة، استحضار المعلومة وتحولها للمعتقد وترجمتها إلى سلوك صحي إيجابي. أكرر، احنا نتكلم عن تباعد اجتماعي بترك مسافة من متر إلى متر ونص ربما مترين بين كل الأماكن الواحد يتعايش فيها، تغطية الوجه والفم وهذا قد يكون بكمام جراحي أو حتى بقماشة. كذلك عندنا الابتعاد عن الزحمة، عدم الخروج للضرورة. عندنا كذلك التحاشي الاحتكاك بالشرائح الأكثر اختطارا من اللي هم كبار السن اللي هم فوق الستين. نعم. ومن يعاني من أمراض مزمنة كذلك التهوية، التزام بالحظر المنزلي لمن كان يدخل في هذا الإطار. هذه في عمومياتها، لكن هذا يتطلب أحيانا بالتأكيد. إذا صار هناك أعراض الاتصال 151 بالتأكيد. مدير منطقة الأحمد الصحية الدكتور أحمد الشطي وصلت الفكرة، شكرا لك.